السلام عليكم ورحمة الله. مادة مبادئ الإلكترونيات واحد، الفصل الثالث، القسم الهندسة الكهربائية. نتناول إن شاء الله أقسام الذرة ومكوناتها، الموصلات والعوازل، التيار الكهربائي، مرور التيار الكهربائي، الجهد الكهربائي، مصادر توليد الجهد الكهربائي، كيفية توليد جهد وتيار كهربائي باستخدام تأثير المجال المغناطيسي على الموصل، دراسة التيار والجهد المتغير، العلاقة بين الدي سي والاي سي أو الفرق بينهم، الارتباط بين الجهد والتيار والمقاومة، وقانون أوم وأشباه الموصلات اللي هي الديود، والعلاقة بين التيار الأمامي وتيار الأشباه العكسي، ومقاومة الثنائي اللي هو الآر ديود، والمكتفات بشكل مبسط. المحاضرة الأولى هنتناول فيها شرح الذرة والموصلات والعوازل والتيار الكهربائي. الذرة شن هي الذرة؟ الذرة هي لها كتلة، والكتلة هذه ممكن أن تكون في عدة صور أو حالات، ممكن تكون في حالة صلبة أو سائلة أو الغازية. والذرات هذه ما تكونش متلاصقة بل يكون بينها فراغ. أقسام الذرة، تكون الذرة كيف ما واضح هو بالشكل التالي، من قسمين أساسيين، النواة والمحيط الخارجي. النواة هي صغيرة الحجم موجبة الشحنة وتقيلة الوزن بالنسبة لباقي مكونات الذرة. المحيط الخارجي اللي هو موضح باللون الأصفر، هو مجموعة من المساويات تحرك فيها الإلكترونات اللي هي سالبة الشحنة حول النواة بسرعة كبيرة وهائلة. يعني هذه النواة، وهذا بالنسبة للخطوط هذين، الدوائر هذين هن المحيط الخارجي. النواة تحتوي على نوعين من الدقائق أو الرقائق، هي البروتونات وتحمل الشحنة الموجبة، والنيترونات وهذه دقائق متعادلة ولا تحمل شحنة، هي صفر. يعني تكون النواة من النوع الأساسي اللي هو البروتونات والنيترونات. المحيط أمام مستويات المحيط الخارجي فيكون فيها عبارة عن النوع الثالث، وهو الإلكترونات. هذا المحيط الخارجي، لأن الدوائر اللي في الخارج لدينا، هذا المحيط الخارجي وهو عبارة عن الإلكترونات سالبة الشحنة. أما النواة فتكون من البروتونات والنيترونات. البروتونات موجب الشحنة، والنيترونات متعادلة ما تحملش أي شحنة. وموضح أنا مكان البروتونات والنيترونات. سؤال عندنا هنا، هي لماذا تبقى الإلكترونات ثابتة في مدارها؟ الإلكترونات اللي في الخارج دي ليش تقعد ثابتة في المدار بتاعها؟ يعني ما تطلعش من المدار بتاعها. الإجابة بتاعها لأن تحت واقعة تحت تأثير قوتين، قوة تجاذب الشحنات الموجبة مع الشحنات السالبة، قوة التجاذب الشحنات الموجبة مع الشحنات السالبة. وفي نفس الوقت هذه الشحنات الموجبة اللي هي البروتونات مع الشحنات السالبة، والتاني شيء قوة طاردة المركزية نتيجة الدوران في قوة طاردة مركزية ناتجة من حركة الدوران، ناتجة من حركة الدوران الإلكترونات حول النواة. يعني الإلكترونات تبقى ثابتة لأن في قوة تجاذب، تجاذب الشحنات الموجبة مع الشحنات السالبة، شحنة موجبة مع السالبة، والتاني شيء قوة طرد المركزية الناتجة من حركة الدوران هي الإلكترونات حول النواة.
نجول الموصلات والعوازل، شنو هن الموصلات وشنو هن العوازل؟ الموصلات بعض المواد توجد في ذراتها الإلكترونات، هي الموصلات في ذرات الإلكترونات حرة تدور حول نواتها وهي تدور بسرعة هائلة كما وضحنا في الشكل السابق باهي. وبعض المواد الأخرى ما فيها لا يوجد بها إلكترونات حرة. ويمكن الذرة أن تنتقل من ويمكن انتقال الإلكترونات من ذرة إلى أخرى إذا أثرنا عليها بقوة خارجية هي مثل الحرارة أو الاحتكاك، وتوضحهن. المواد تنقسم من ناحية كهربائية، مواد موصلة هي كوندكترز، هي تكون قوة انشداد الإلكترونات السالبة الشحنة مع النواة ضعيفة جدا، بحيث تستطيع الإلكترونات الانتقال بسهولة من ذرة إلى أخرى تحت أي تأثير خارجي. يعني مواد موصلة يعني قوة انجذاب الإلكترونات للنواة ضعيفة، يعني قوة انجذاب أو انشداد شد الإلكترونات مع النواة ضعيفة، بحيث تستطيع الإلكترونات الانتقال من ذرة إلى أخرى. يعني بمعنى أن قوة التجاذب ما بين الإلكترونات مع النواة ضعيفة، فتقدر تنتقل الإلكترونات من الذرة هذه إلى ذرة أخرى مجاورة. يعني قوة التجاذب ما بين الإلكترون اللي هو الدائرة الزرقاء هذه مع هذه ضعيف، فيقدر ينتقل الإلكترون من ذرة إلى ذرة أخرى، وهذه نقول عليها مواد موصلة. المواد العازلة هي المواد التي يكون فيها قوة انشداد أو انجذاب الإلكترونات مع النواة قوية جدا، يعني قوة التجاذب ما بين الإلكترونات والنواة قوي، معناها حيكون مواد عازلة. يعني قوة انجذاب الإلكترون هي النقطة الزرقاء هذه مع البروتونات والنيترونات هو النواة، المكونات للنواة قوي، معناها حتكون عازلة، لكن إذا كانت ضعيفة معناها تكون مواد موصلة. يعني هي تلك المواد التي قوة انشداد الإلكترونات مع النواة قوية جدا ولا يسمح لها بحرية، يعني ما تقدرش تنتقل الإلكترونات من ذرة إلى ذرة أخرى، وهذا مش هيسمح بمرور التيار الكهربائي. المواد شبه الموصلة أو أشباه الموصلات، الأشباه الموصلات هي تكون عازلة في الطبيعة متاعها، لكن إذا سلطنا عليها تأثير خارجي مثل جهد أو حرارة هيفك الارتباط ما بين يفك ارتباط الإلكترونات متاعها مع النواة. يعني بمعنى مواد شبه موصلة يعني في العادي هي ماهيش موصلة، لكن لو أثرت عليها سلطت عليها حرارة أو فرق جهد فهتقعد مواد موصلة. لما تقعد مواد موصلة معناها قوة انجذاب الإلكترونات للنواة ضعيف، النواة اللي هي فيها البروتونات والإلكترونات والنيترونات، آسف. هنا في مجموعة أسئلة سؤال: ما الذي يعطي مادة خاصية التوصيل الجيد للكهرباء ويعطي مادة أخرى خاصية العزل الكهرباء؟ الإجابة متاحة هي أي مادة تحتوي على عدد كبير من الذرات. المواد تحتوي على ذرات مكونة لجزيئاتها، والذرات تحتوي على عدد من الإلكترونات. الإلكترونات وين تقع؟ تقع في المدار الخارجي اللي هي الإلكترونات الحرة باهم. فانتقال الإلكترون من ذرة إلى أخرى يسمح بمرور التيار الكهربائي ويعطي هذه المادة خاصية جيدة لتوصيل الكهرباء.
يعني انتقالها من مدار إلى آخر، أو تنتقل من ذرة إلى أخرى، الإلكترون ينتقل من ذرة إلى ذرة ثانية، معناها هذا هي يعني جيدة التوصيل للكهرباء. لكن لو الإلكترون فيه انجذاب مع النواة، فيه قوة جذب مع النواة، هي في قوة تجاذب الإلكترون مع النواة، يعني هذه موجب وهذا السالب، يعني تجاذب معناه يقعد رديء التوصيل، لكن إذا كان ما فيش قوة تجاذب فهيقعد إيش؟ جيدة التوصيل. سؤال: كيف يتم تحرير الإلكترونات من مدارها الخارجي؟ يتم عن طريق اكتسابها الكترونات طاقة خارجية. يعني كيف نحرر الالكترونات من المدار الخارجي؟ هي مواد عازلة وبنحررها من المدار الخارجي عن طريق الحرارة او الاحتكاك او تأثير مادة كيميائية. يعني باش نحرر الالكترونات لازم نسلط عليها درجة حرارة او عملية الاحتكاك او مادة كيميائية، حيصير تحرير هذه الإلكترونات. يعني كيف يتم تحرير الإلكترونات من مدارها الخارجي؟ الإجابة: يتم عن طريق إكسابها، يعني إكساب الإلكترونات طاقة خارجية، يعني إكساب الإلكترونات طاقة خارجية مثل الحرارة أو الاحتكاك أو مادة تحت تأثير مادة كيميائية، حتجد إيش؟ تحرر الإلكترونات من مدارها الخارجي. نجو تعريف التيار الكهربائي. شنو هو التيار الكهربائي؟ التيار الكهربائي هو عدد الإلكترونات الحرة. شنو هو التيار الكهربائي؟ هو عدد الإلكترونات الحرة، عدد الإلكترونات الحرة التي تتدفق في موصل. شنو نقصد بها الإلكترونات الحرة؟ الإلكترونات اللي تدور حول النواة. بعدين نجي تعريف شدة التيار الكهربائي. شنو هو شدة التيار الكهربائي؟ هو كمية الشحنة الكهربائية، هو عدد الكلوم الذي يعطيها ذلك التيار أو التدفق عبر مقطع المادة الموصلة خلال الثانية الواحدة. لو نوضحوه بالرسومات هذينا، يعني التيار الكهربائي هو عدد الإلكترونات الحرة اللي تتدفق في موصل. الموصل هو عبارة عن مادة، والمادة مكونة من عبارة من ذرات، يعني الموصل مكون من ذرات. وتدفق الإلكترونات هو يعطينا، يعني هو تيار نرمزه له بالتيار الكهربائي. الرسم التوضيحي يضاهي هذا مقطع موصل، مساحة مقطع موصل، وهذه الإلكترونات. الإلكترونات اللي هي سالبة الشحنة، إلكترونات حرة اللي تتدفق في الموصل. هذا موصل سواء سلك أو كابل أو سلك نحاس أو مادة تمر من خلالها الإلكترونات الحرة، فيمر تيار كهربائي، يعني تتدفق خلال الموصل في الثانية الواحدة. فكل ما يكون مرور الإلكترونات في الموصل كبير، كل ما يزيد إيش؟ شدة التيار الكهربائي. يعني كل ما يمر مرور الإلكترونات في الموصل في خلال الموصل، كل ما تزيد شدة مروره بتاعه في الثانية، كل ما يزيد شدة التيار. يعني كل ما يزيد عدد الإلكترونات في الثانية، كل ما يزيد شدة التيار الكهربائي. التيار الكهربائي نرمزه له بالرمز I، وكمية الشحنة بالكيو، ومقطع الموصل في الثانية اللي هو بالتيب، لرمز التي. يعني تعريف شدة التيار الكهربائي هو كمية الشحنة الكهربائية اللي هي الكلوم اللي يعطيها التدفق في الموصل هذا في الثانية الواحدة، في الثانية الواحدة. معادلة شدة التيار الكهربائي الآي يساوي الكيو على التي، الأمبير شدة
هاي اللي هو الامبير، وحدة الامبير. الشحنة الكهربائية اللي هو بالكلوم، الواحد كلوم، الواحد كلوم اللي هو السي هو رمز الكلوم، يعني الواحد كلوم يساوي 6.24 في 10^18. هذه شحنة الكترون، هذه الواحد كلوم كم يساوي؟ 6.24 في 10^18 شحنة الكترون. هذا الواحد كلوم اللي هو موضحها ما بين القوسين، والكلوم نرمزه له بالرمز سي. كلوم على الثانية، كلوم في الثانية نطلق عليه نحن اسم الأمبير، يعني كلوم في الثانية، يعني 6.24 في 10^18. الرقم هذا ثابت ومهم، يعني كلوم على الثانية. هذين أعطاك سؤال هنا، إذا قال لك إذا قيل لك أن موصل ما يمر بتيار كهربائي شدته 1 أمبير، فما معنى ذلك؟ مر بتيار كهربائي شدته 1 أمبير. واحد أمبير اللي هو هنا على أساس 1 في 6.24 في 10^18، يعني معناها يعني كمية الشحنة اللي مرت هي نضرب 6.24 في 10^18 نضربها في 1 أمبير، حيعطيني شحنة الإلكترون اللي هي لما نضرب الرقم 1 في هذا حيطلع نفس الرقم ثابت. يعني أنت حصل على كمية الشحنة اللي هي الاي في التي في الـ في التي. هذا يعني انه تم حساب كمية الشحنة اللي تمر في مقطع موصل في الثانية تساوي 1 كولوم، اي يمر في كل ثانية 6.24 في 10^18 من هذا الموصل، لان هذه في كل ثانية. بهي لو سؤال ثاني قلنا اذا كان ان موصل ما يمر بتيار كهربائي شدته 2 امبير، 2 أمبير معناه نضرب 2 في 6.24 في 10^18، فحنتحصل على 1.248 في 10^19 إلكترون. حاصل ضرب هذا 2 في 6 بـ12، أو نقول 12.48 في 10^18. حاصل ضرب في المعادلة الأولى كانت هنا 1 أمبير وهنا هي 2 أمبير، المعادلة هذه ثابتة، يعني كمية الشحنة الكيو اللي هي هذه نضرب الآي في الثانية، الثانية اللي هي 6.24 في 10^18. هذه كيف نحسب كمية الشحنة اللي هو موضحينها في هذه كمية الشحنة اللي هي عبارة عن ال كيو تساوي الاي في التي. الاي انا اعطيه لي مرة الاولى بواحد، والثانية اعطيه لي بـ1 أمبير، والثانية اعطيه لي بـ2 أمبير. السلام عليكم.